شيش تاووك بصوص الانشوجة والليمون. عبارة عن شيش تاووك متبل، انا متبلاه بليمون وبابريكا وتوم مفروم. يبقى الشيش تاووك ده اصلا متبلاه قبليها بيوم بليمون وبابريكا وتوم مفروم. معانا بقى في الوصفة فلفل احمر واخضر مكعبات، جوزة الطيب، انشوجة، ليمون، فلفل شرايح حراق، كابري، زبدة، شرايح من البصل. اول حاجة هحطها هحط الشيش تاووك، طبعا بما ان احنا متبلينه فمش محتاجين خالص ان احنا نحط اي حاجة في الزيت او الزبدة، حتى انا ما حطيتش ولا زيت ولا زبدة، هشوحه كده عشان هو اصلا متبل في ليمون وتوم وحتى معاه معلقة زيت، هشوحه كده كويس وبعد كده ابتدي ايه احط له زبدة. خلاص تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه. هنجيب كده الانشوجة، خلاص، مع الليمون، وهرسها كده. ممكن لو مش عايزين نهرسها نضربها في الكبة لحد ما ايه تطحن خالص. شايفين بهرسها ازاي جامد جدا. هبتدي احط لها كمان معلقة صغيرة من الثوم. وبعدين البابريكا. بس كده انا جهزت الايه الصوص بتاعي. هبتدي هنا بقى احط الثوم، مش هحط بابريكا خلاص لان انا حطيتها في الانشوجة وحطيتها خلاص في التتبيلة. هحط هنا بقى البصل، مع كده جوزة الطيب. هبتدي بقى كده اقلب الشيش تاووك مع البصل بس، واسيبه بقى لحد ما يتشوح والرز خلاص اطلعه بقى من الفرن. اهو شايفين الشيش تاووك اتحمر ازاي. نبتدي بقى نحط كده مكعبين زبدة مع الفلفل الاحمر. كنت المفروض احط الصوص الاول بس هعمل كده. حطيت صوص الانشوجة اللي بالليمون والثوم، بعدين احط الفلفل الاخضر وشرايح الفلفل الحراق مع الكابري.